مرحبا، لقد رأينا أن الله خلق العالم بكلمته وذلك في 6 أيام. اليوم سنتحدث عن الرجل الأول والمرأة الأولى. في اليوم السادس خلق الله الرجل والمرأة على صورته، هذا يعني أننا نشبهه. إنه أبونا في العالم المخفي، أبونا السماوي. الله روح، ليس له الجسد مثلنا، لكنه خلقنا مثله، قادرين على التفكير، صنع مختلف الأشياء الجميلة والصالحة. لقد ميز الله بين الإنسان والحيوان، فالحيوانات تستطيع القيام بأشياء مختلفة، لكن ليس كالإنسان أبدا. خلق الله الرجل والمرأة كاملين مع قلب نقي، إذ نجد في بداية الكتاب المقدس الآية التالية: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. لقد خلقهما بالغين باستطاعتهما الإنجاب، فهكذا عمل الله. أخذ من تراب الأرض فصنع آدم الرجل الأول، فكان فقط مجرد تمثال من الفخار. نفخ في أنفه من نفسه فأصبح كائن حي. الكتاب المقدس يقول لنا أن لآدم روح وأن الروح لن تزول أبدا. سنتحدث عن هذا في حكاية أخرى. في اليوم السادس كما تعلم خلق الله أيضا كل حيوانات الأرض، فأتى بها أمام آدم كي يعطي لها الأسماء، وللطيور أيضا. إنك قد رأيت إنه عمل كبير، ورغم ذلك فآدم يتذكر كل الأسماء. خلق الله كل الحيوانات ذكرا وأنثى، حيث يكون هناك أب وأم، فأمرهم بإنجاب العديد من الصغار. لكن لما خلق الله آدم رأى أنه حزين إذ كان وحده. لما أعطى لكل ذكر ولكل أنثى اسم، لاحظ آدم أنهم أزواجا، فهو الوحيد الذي كان وحده، لا يوجد أي أحد يساعده ولا أحد يشبهه. الحالة محزنة، لكن الله يعمل كل شيء بصفة جيدة. إذن أدخل آدم في نوم عميق، فأخذ واحدة من أضراعه كي يجعلها كائنا حيا، أول امرأة. ولما استيقظ آدم قدم له الله زوجته. يا لها من مفاجأة، يا له من فرح. قال آدم: أخيرا ها هو ما خرج مني وهو مثلي. وآدم هو الذي أعطى لها اسم امرأة، والذي يريد أن يقول الأم. هما أيضا مثل الحيوانات، فقد طلب الله منهما أن ينجبا كثيرا من الأطفال ويملأ الأرض بأسرها، فباركهما وطلب منهما أن يعتنيا بحديقة مليئة بكثير من الخيرات، والتي تسمى حديقة عدن، التي سيعيشان فيها سعداء. نعم، الله عمل كل شيء بصفة جيدة. لقد أمر أيضا للرجل والمرأة أن يتحكما في الحيوانات، إذ يكونا الرئيسين عليها. كانا يفهمان الحيوانات، وهي أيضا تفهمهما وتطيعهما. لم يكن هناك بعد الشر على سطح الأرض، والحيوانات كانت مطيعة، لكنها تحتاج إلى الإنسان كي يقودها ويسيرها. كما ترى آدم وزوجته لا يشعران بالملل، فهناك كثيرا من العمل مع كل هذه الحيوانات وهذه الحديقة الكبيرة والجميلة. إذ يجب عليه نزع الثمار والخضار والحرص على صغار الحيوانات. إنهما يحرصان أن تجري الأمور بصفة جيدة في هذه الحديقة الرائعة. لقد خلق الله فيها كل أصناف الأشجار الجميلة للنظر، والتي تعطي فواكه لذيذة، وخلق فيها أيضا شجرتين مميزتين جدا، واللتين أحدثك عنهما في قصة أخرى. كان هناك أيضا نهر كبير مع الذهب والجواهر. إنك تتذكر أن ولا واحد يأكل اللحوم، إذن الحيوانات لم تكن تهجم بعضها البعض، ولم يكن بعد أيضا أطفالا لآدم وزوجته.
ترى أن الله خلق العالم كي يعيش الإنسان في سعادة. لقد عمل كل شيء بمحبة عظيمة لأن الله محبة. فقد كان يذهب كل يوم إلى الحديقة كي يتحدث مع آدم وزوجته. كانت السعادة تغمرهما، لم يكونا يعرفان الشر، فقد كانا يعيشان عاريان ولا يعرفان معنى العار لأنه لم يكن موجودا بعد، وكل شيء كان في منتهى الكمال. لكن للأسف هذه السعادة لم تدم طويلا. في القصة الأخرى سأحكي لك الأشياء الفظيعة التي حدثت لهما والتي غيرت العالم بأسره. إنها حكاية مهمة جدا ومحزنة في نفس الوقت، لكن يجب حتما أن أحكيها لك. لنصل الآن. شكرا لك يا ربي لأنك الخالق القادر. لقد خلقت كل شيء بالكلمة وبالمحبة. كل شيء كان كاملا. شكرا لك لأنك خلقتنا على صورتك. لقد أردت أن نشبه لك وأن نكون أذكياء. لقد أردت أيضا أن نكون سعداء. لقد عملت كل شيء بالمحبة وما زلت تحبنا وإلى الأبد. شكرا لك يا ربي لهذه الأشياء الرائعة التي عملتها منذ بداية الخلق. شكرا لك بسبب خطتك الرائعة لنا. آمين. سنقرأ الآن في الكتاب الأول من الكتاب المقدس. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. أقول لك نلتقي عن قريب في قصة أخرى. لا تنسى أنها حكاية مهمة جدا. إلى اللقاء.